بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلهي سبحانه وتعالى دين إسلام كوحا أوكدغي دين دتك أغوعظة أنشحا يدبي عد في عن وحي مر والبدتك أتصاليسا أما أي أمرتا وحيابها أي كغاران خيرك إي وناق أدونك آقرا. دين إسلام كوى دين مركز تسود ويساء وحدتك وناق إي خير كودة كجراء وحوال بقودتك مؤلفة إي إسكسو دمد إي محبك أبورتا وحي مر والبكالة دقالانتا دبي عضها حنحن كاء إيا وحيابها بلشدة أنكو في عنين. دين إسلام كوى دين إلهي أو أدورتي مجتمع إن لغو وناجيو ودين لوغو تلقلي إنو ربي دتك أو أغطام يالو مكارنت أخلاق ذا إيا دبي عضها في عثيعان. سيدا درتيد وحاكمت أه موضوع يالك أن ربنا إنان مانتا كهضلنا كاسو كسار سنظنق إيا ملاحن أو دتك مسلمين تأي إسكد إحقاضان إيا إن ألال إني بلشد نقطو دتك وناكسن دبي عدها قبيحة مثلا بلشوينك إيا قريها إني النقذان قريا لغدق سليم نما إيا وناك مثلا ناك ننقبتا إني سندبدا آذن أما سوحيابك لأي سنسمينين سيدا بعض بريهان دمبي أما ربي سبحانه وتعالى تاسنا أي تلماميسو إن دينتي صلى الله فغاذو. إله وحويري أسقو دتك مؤمنين انت اه امرا يا امر في عن كان الريبا يا وحيا بحما تبضا ايو يريا ايها الذين امنوا وردتك ايمانك لغا هلي ور اذنك وايا دتك ايوانه انفع ذي دغيست وحبا ليذنك ريبي دوناي وردتك ايمانك لها وايذنك دتك مر والبا وديارك اه اني فليان اوامرت الهي. يا ايها الذين امنوا دتك ايمانك لها دي مقلان هي صورة رعيان هدي جيفين أي فردستان هدي فردين أي سو استاغان وحي ديار أيهين إني فليان وحل أمر دانو أما أي كتغان وحيابها لغا ريب دانو. ويا يا أيها الذين آمنوا أما وحبالس أمرا أما وحبال لغا ريبا دتك إيمانك لهدي مقلان. يا أيها الذين آمنوا فرحب يا رين رين أمدنا مقع أغفي عن أي قفلوغو أيا لوغو عي وإيمانك أحد قيمة بضن أيا أياري وإله سبحانه وتعالى. مع ذلك أي مؤمنين تمر والباء وحا أي راعا أوامرت إلهي. يا أيها الذين آمنوا وردتك إيمانك لغا هليو اجتنبوا كثيرا من الظن وحاتك فغاتان وآتك دقاقضان وحبضن او ملها وحا ايان امليا كتغ ايو ير الهي اجتنبوا كثيرا من الظن. ويو ان بعض الظن اثم ملها قاركيس ودنبي هدي دينت الاوسن كسليسنين اما وحيابها لتلمامي اوسن اهين دنبي ايو نقضى ان بعض الظن اثم ملها قاركيس ودنبي ايو ير اله سبحانه وتعالى. ولا تجسسوا وردتك ايمانك لهوها اسجاسوا سنين
war hadalaha iska kala qaadinina ha noqonina dad bulshada xumaata iyo colaad ku abuura walaa tajassasu walaa yagtab bacdukum bacda qaarkiina yuusan qaarka kala xamanin ha isxamanina ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waayo xantu waa shay mamnuuca waa wax aan la ogolayn waa dabeecadaha xunxunka ah oo ilaah diide walaa yagtab bacdukum bacda qaarkiin yuusan qaarka kala xamanin waayo ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta axadkiin ma jecel yahay inuu cuno walaalkiis hilibkiisa oo meyd ah walaalkaa oo dhintay hilibkiisa asagoo meyd ah inaad cunto ma jeceshihiin ayuu yidhi ilaahay ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuhu waad karahsateen arinta waad nacdeen walaalihiina oo meyd ah inaad cunteen hilbahooda iska daa ayagoo meyd ahee ayagoo nool xataa fakarihtumuuhu waad karahsateen ee wattaqullaaha ilaahay ka cabsada waayo xantu arintaa ayay la mid tahay ilaahay waa alla tawaab ah oo tawbada aqbala haddana naxariis badan subxaana wa tacaala haddaba aayaddu waxay noo tilmaantay arrimooyin fara badan oo haddii layska dhaafo bulshadu ay ku wanaagsanaanayaan haddii lagu camal falo ama la sameeyana dadka shaxna iyo colaad iyo dhibaato iyo kala go' ku abuuri karta maca daalika ayuu ilaah yidhi ijtanibuu ka fogaada oo ka dhaqaaqa arrimooyinkaasoo dhan haddaba malaha aad iyo aad ayay u xun tahay dadku maantu waxay noqdeen dad malaha ku camal fala abii hurayra rasuulku wuxuu ka wariyey inuu nebigu yidhi iyaakum wadanna waxaan idinkala digayaa idinka iyo malaha saasay ila tahay waxaasaan u maleeyaa hebel inuu saas yahay ayaan u maleeyaa waa wuxuusan sixadiisa iyo sida ay tahay ogeyn weligiis wuxuusan maqlin dalika ayuu yidhi nebiga iyaakum wadanna waxaan idinkala digaa oo aan mar walba rabaa inaad ka fogaataan malaha waayo fa ina adanna akdabu lxadiid malaha waa hadal lagu hadlo midka ugu been badan midka ugu xun waa malaha ayuu yidhi nebiga sidaa darteed iska ilaaliya saasaan u maleeyaa saasay ila tahay waa wuxuusan sixadiisa iyo waxa ay tahay ogeyn asagoo raba inuu dadku nusqaamiyo asagoo raba inuu dadku colaadiyo xaaladda noocaasa waa mamnuuc iska ilaaliya ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam maca daalika dadka iimaanka leh mar walba waa inay malaha iska ilaaliyaan waa shayga la maleeyo oo qofku uusan markaa ogeyn hadday dhacdo inuu qofku qof ammaanaayo ama uu raba inuu ka warbixiyo ee uu raba inuu ammaantiisa sheego ha yidhaahda ayuu yidhi nebiga hebel saa ayay ila tahay waa haddii xasiibadiisa iyo sida ay tahay ee xaqiiqdaa uu haysto laakiin ilaahay ayaa wax xisaaba falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa ilaahay ayaa ku cilmi badan ilaahay ayaa yaqaana qofka taqwada iyo alla ka cabsiga ku dheere nafafyaalkiina ha nadiifinina naftiina ha tahirinina naftiina ha ka dhigina kuwa sareeya oo dadka kale aad u aragtaan inay yihiin kuwa markaa malaxun loo qaado xaaladaa joojiya ayuu yidhi nebiga maca daalika qof walba anshaxa iyo wanaagga iyo usluubta diinta islaamka ayaa waxay ka mid tahay dadka inaan ceebahooda la raarraadinin inaan markaa laisjaasusin oo qof walba qofka kale ceebtiisa uu kaga mashquulo rasuulku wuxuu yidhi laan janno iyo tuubo waxaa iskale qof walba oo ceebtiisa ku mashquulay kana mashquulay ceebaha dadka dadku maanta waxaad u malaysaa in la yidhi ceeba ma lihidiin ee dadka kale ayaa ceeba leh ee raarraadiya qof walba qofka kale ceebtiisuu raadina hadduu ceeb u waayo waxaan wax ka jirin ayuu u yeelaa hadduu u waayo danaxun ayuu u qaadaa xaaladaha noocaas waa waxaan la ogolayn muslimiintana waa inay iska ilaaliyaan xaaladaha ilaahay diiday subxaana wa tacaala maca daalika mar walba qofku waa inuu sidaa ahaado waa inuu cadaaladda iyo khayrka ku socdo waa inuu mar walba naftiisa ku mashquula ceebteeda ileen qofku wuxuu ahaa qof alla subxaana wa tacaalaa khalqay meesha laga khalqay iyo meesha lagu khalqay iyo waxa lagu abuuray ama laga abuuray ayaa xaalo cajiib badan oo dhammaantoodba tusin karta ceeb socota bani aadamka inuu yahay taa ayay markaa tilmaamaysaa qofku waxa uu soo mara marka uu dhalanayo meel ay najaasa soo marto
marka uu uurka hooyo ku jira dhiig dhexdiisa ayuu ku jira rixmka inta uusan soo gelin waxa uu soo maraa amaakin noocaas ah maca daalika ayuu ilaah wax walba ku cilmi badan yahay ee ilaahay uu yidhi rabbi waa idin ogaa id antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum wakhti aad ku qarsoonaydeen hooyooyinkiina caloolaheede falaa tuzakuu anfusakum naftiina ha ammaanina naftiina ha tahirinina naftiina ha qiimaynina mar walba ilaahay ayaa yaqaana qofka khayrka iyo wanaagga leh war dadka waa inay mala fiican isku qaadaan malaha la diidaayo waa malaha xun qofka qofka kale waa inuu mala fiican u maleeyaa haddii walaalkee agtiisa ay arrinkaaga timaado isla markii ha duulin mar walba mu'miniinta khayr iyo wanaag u maleey caaisha ayaa lagu been abuurtay oo la yidhi way zinaysatay radiallaahu tacaalaa canhaa waa sawjadii nebiga waa gabadhii cafiifada ahayd khayrka iyo wanaagga u saaxiibka ahayd waxaa loo tilmaamay ama lagu sheegay inay zaaniyad tahay dadkii xaaladiiyay qaadeen waxay ogaan waayeen khayrka iyo wanaagga ay leedahay guriga qiimaha badan ay degan tahay xaaladahaasoo dhan ayaa ka qarsoomay ilaa ilaah uu yidhi subxaana wa tacaalaa maxay mu'miniinta ugu malayn waayeen nafafyaalkooda khayr iyo wanaag walowlaa id samictumuuhum dhanna almu'minuun mu'miniinta iyo mu'minaadkaba maxay nafafyaalkooda khayr iyo wanaag ugu malayn waayeen oo ay u dhihi waayeen haadaa buhtaanun cadiim arrintan waa buhtaan iyo been abuurasho weyn naftooda ayaa la yidhi waxaa loola jeedaa walaalahood haddii ceeb lagaaga soo sheega walaalka waxaan jirin hadduu kaaga yimaado arrintaasoo dhan ha rumaysanin mar walba xataa haddii ay jirto adigoo sixadeeda iyo sida ay tahay iyo xaqiiqdeeda ogaanin qofka walaalkaa ah xumaan ha u daninin dhanniga xun aad iyo aad ayuu u xun yahay ilaahayna maraali kama ahan subxaana wa tacaalaa maca daalika qofka walaalkaa ah 70 dhanni u qaad oo mar walba oo xumaan ay kaaga timaado amuusan saa ula jeedin dheh ee dhanka fiican markaa wax ka maleeya nimanka munaafiqiinta ah ayaa mar walba dhanni iyo malaxun qaadee dadka iimaanka leh xaaladaa laguma yaqaano yadannuuna billaahi gayra alxaqi waa dhanna aljaahiliya waxay u maleeyeen ilaahay waxaan xaq ahayn waa jaahiliga melihiisa ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaalaa waxay u maleeyeen gayra alxaqi waa dhanna aljaahiliya waa jaahiliga waxyaabaha ay maleeyeen maca daalika malaha noocaas ah aad iyo aad ayuu u xun yahay waa in dad diinta ay raacaan xaqa ay fuliyaan oo dadka muslimiinta ah ay u arkaan inay wanaag iyo khayr ku socdaan war wax kasta iska daaya waxaana la amray inaan walaalahay dhanni xun u qaadin waxaana la amray inaan wanaagga iyo qalbiga u wanaajino waxaana la amray inaan khayrka iyo diinta ku dadaalno rasuulku wuxuu yidhi innakum laa tasacuuna annaasa biamwaalikum war idinka dadow dadka ma gaarsiin kartaan maalkiina xoolihiina kuma deeqi kartaan walaakin laakiin waxaad ku deeqdaan xaggiina ha ahaato basdiga iyo fiditaanka wejiga loo fidiyo waa basdulwajhi iyo waxusnulkhuluqi dabeecadda wanaagsan mar walba dadka meelkiina ma ku deeqdaan ma kala gaarsiin kartaan laakiin furfurnaanta wejiga bashaashnimada xaaladaha noocaas ah aad iyo aad ugu dadaala ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhun calay haddaba dadka in la wanaajiyo khayr iyo wanaag ayaa ku sugan rasuulku wuxuu yidhi yaa ayuha annaas war dadkaanow salaanta faafiya oo wasilu larxaama qaraabada xiriiriya wa atcimu aacaama tacaamka quudiya oo masaakiinta ku taageera wasalluu billeyli habeenkii dugta wannaasu niyaam marka ay dadku hurdayaan tadkhulu ljannata bisalaam jannada ayaad badbaado iyo wanaag ku gelaysiin war dadow salaanta faafiya maxaa loola jeedaa salaanta faafiya waxaa laga wadaa salaamtu waa nabadgeliye isbadbaadiya war qofku markuu assalaamu calaykum waraxmatullaahi walaalkiis uu yidhaahdo waxaa loola jeedaa dhanni xun kuu qaadi maayo afkayga iyo adinkaygaad ka ammaan helaysaa wax dhibaato ah oo aan ku gaarsiinayaa ma jiro maca daalika salaamtu macnaheedu waa sidaa waa isim ama magac magacyaalka alla ka mid ah rabbi ayaa ugu deeqay dadka khayr iyo wanaag iyo barakay ku gaaraan eeyaa ayuha annaas dadkanow afshu salaame salaanta faafiya ayuu yidhi waxaa nasiib daro noqotay maa
مانت إنان السلام عليكم إصبحنا مع ذلك آنن إسنبت قلنن أون إسحمنا أون إسدلنا أون إصبعنا أو دتك ملح الله قاب أو مشاكلات بضن لسمعي حالة دنو عاس ووحان لو بهنين دتك إيمان كلاهو سلام تكرن شيغا سلام تبحذين كفافية رسولك وحوير جنب ألقلي ميسان إلا أد ربك رميسان ربنا رمين ميسان إلا أد إسكجعلاتان ما إذن تصيا شيء هدي أد فشان أد إسكجعلانيسان أفشو السلام بينكم بحذين سلام تكباهية ورنبت قلية بحذين كفافية ورئذن كإس أمان قلية أفك إسك إراهد حبنها وغشقية قلبك ها إذن كأهاتو أيو يرنبك بعدما نن رب رمينين أما أنجن قلينين إلا إن رب رمين ما هاني ربنا أن رمينين إلا إن إسجعلان ما هاني أننا إسجعلانين إلا إن إسسلام ما هاني أيا كركين وحا واجب كؤا إلان سلام تفافنو إلان دتك دحذوذ سلام تكباهنو رسولك وحوي رقف ألا لقفك خير إيا ونكربا وإنو سدح وحيا بوت سمعيا نفتي سواء إنو أقرصور عدالة ما أسمعي وإنو سلام قف والبؤوك هريما عقفك أو يقان إيا قفك أو سنكسين أو مركا مسلمين تكمتع مع ذلك سلام توح أي كمتهي أرموين كنوعاس رسولك وحوي مسلم كمسلم ككالي حق أو كلي يهي والح وحيابو رواية مشان أي تلمانتي مدكوات مر والبو أدلك ولانتوا إن السلامتو مر الله مرك أوكاهر يماذا سلام وحاتكو سلام إيساء السلام عليكم ورحمة الله هأهاتو وحيابها كالإي ليسكو سلاما ووحان وحبك جرين السلام عليكم ورحمة الله وسلام تلوغو تلقى لإددك مسلمين تا إني إسكو سلامين صبح ونكسن أيان سلام أهين وكو سلامي أيان سلام أهين وحيابها كلا اي اسكو سلام شبابك عصب ايان سلام اهين ذيان كو سلام دبليو ايان كاغ قاضي وحيابها لمدك كل ووحان دينة اسلام كوافق صنين ولالك حدا الله قولان تقوائنا الطهضة السلام عليكم ورحمة الله نبيغا من ايا ايمت مركزو يري السلام عليكم طبعا ايو يري نبيغا وفديستي ننك لا ايا ايمت مركزو يري السلام عليكم ورحمة الله رسول كل راتن ايو يري ننكي وافق من سدحات أيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوير رسولك صدم أيوير محاد لجيدا أيام لير السلام عليكم واطبا أيوير ورحمة الله واطبا كلي وبركاته نواطبا سدحات مع ذلك قفك هدو انت صدر وناجا يا خيرك أيوغار إله حوير وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هديل إذن سلام هديل إذن تحية هدي دشي نسلان لغو صوتور وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وحد كسلامتان أحد كي إذن سلامي سلامتو إذن كسلامي متكفي عن أوك قيمة بضن أوك وناك بضن السلام عليكم كليجيت هدوك له وعليكم السلام ورحمة الله أبميستر هدبطا متكفي عن كسلام أو ردوها أما تيسي أوك لأعلي أيوير إله سبحانه وتعالى هدبطتكوا إني حالة فليان مر والبو والالكا أدلك ولانتوا إن السلامة أيو يري نبيغا رسولك وحو يري مر الله الله مر كأو بكضو أما أو جردو صرير تكرو أما سأو عسبتالك آد وإن أدبوقة سلامة أد أغطقتا إنان سلامة دتك جيران أيان ملا أمري خير إيا وناك أيان لبو جارة محان دت سلامة مانتا محان السلام عليكم طهما محان دتك كسو بوقنا قريهو دتكي أوتن ظنحن إيا ملاحن أيان لسكو قبا درز درس أمسن أيان جرين مانتا بل أمسن أيان جرين مانتا أومد كوتك كلا هدو خيرك أشيغ أملا يدنك لإني جرين آخر زمانك وحا إيمان دونا دد أن نسيحينين نصيحنا نعبن سيد رسولك تلمامي صلوات الله وسلامه علي نصيحنا وحكا لأركا ورقوم آن اسكن نصيحين ددك نصيحينا ينا أنجعلين ألا أكتي سخير إيا وناك أي كليه الملي ولا ليال اسكن نصيحي وردد إسانيسان أو ولا لأه نقضة وردد قلبي قوضة خيرك إيا وناك أبجرا نقضة خفو الباء كان كلا ظن حنيوسا أقاذل خفو الباء كان كلا ظن وناك سن
كان هو قاضي حالة داسة وناك إيا خير لغو جارة درسيال كيان إسآمين سنين نمنكي إيا ناقه إسكو دحي إيا حاسسك إسكو أها أيان إسآمين سنين مانتا إلمه إيا والدك أيا كلا أمام بحي أو كلا أمام بالي حالة داسوطا وحي كلفتي أما سبب أها دينت إلهي أو لغا درقي ولا ليال دينت الله أصول نقضة ور أيضا دبك إيا رفاك اللوغ بحا أيضا دتك ولا ليسون ميديسا أيضا دتك ككوريس إباطضة إيا قربضة ور أوس إيا خسرج طور إيا سيديتا سني دقال مايين وحي كسعدين دقال آد إيا آد وبعن دقال كي إسجار سيين دقال آن لسو كودي كرين طريق دا أيو أها إلا نبيغ أي آمينين صلوات الله وسلامهن علي إلا أي قلبك قشتين إني أحاديث تكو نقمان إني آيادها الله كرون شيغان إني حق إيا دين تكو سعضان إلا أي دحمرتي محبة إيا جعيل وناقة دحمري أولي وضل أركل إلا ألا أوير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وارقب صد حريق إلهي دمانتين إيا إذن كو ودجرة تفرارق كان كتغا هكلا تكتغين أيوير إله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واروحات حصوصة نمع ذا الأوكر كينا أهاتي نمع إلهي أيا ربي إذن كما نيستي نمع ذا نوع عاس حصوصة نمع ذا سهل مامنا نمع ذا سكو شكرية نمع ذا مرو البؤقاذ نمع ذا كترجم أوكر شاق واذكروا نعمة الله عليكم وقرمي إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واختئات هيدين كو عذويا لا إسكهوري ماذا أو دقال حربية أو أهلية دحمرة كو إسكهوري ماذا أياد هيدين إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إلهي أيا قلبي الكين إسكو صدمي فأصبحتم بنعمته إخوانا إلهي نم عديسا ولا لك نقطين نم عذا دولار لسيي ماها نم عذا بابور لو قيبيي ماها نم عذا بلنقاد كلا أو لو بلنقاد إن كرسي لو ديبو مدح لغا دقا ماها نم عذا أي الله حقيسا أغتمت أي كوالا لوبين ودينت الله سبحانه وتعالى وقرآن كمنزل كأه أي ربي كلام تيسا ونبغ لفئهان تيسا صلوات الله وسلامه عليه فأصبحتم بنعمته إخوانا نم عديس أياد ولا لكم نقطين مركي هرنا فيري وكنتم على شفا حفرة من النار قد قركيس أو نار أياد تاقنيذين وإزدقى ليسين أو إسباب إنيسين وحاد إسكدقيسين ضد مركا إسلباتي مع ذلك قد قركيس أو نار أيو إله كتل مامي دقالك اللغو مقا عابا دقالك حربك إيه أهلك سيدا درتيد أيو إلهير وحاد هيدين على شفا حفرة من النار قد كيسا او نار فانقدكم الله اذن كسو كريي حقيدا الهي اذن كسم تبحيي وحسا لوغم نيسانايو واوس اي خسرج اي دتك ايمان كله اي رب ربي قد اي قير كيسا هلان جنب اي نمعظ الله سييو وان اي كسفو صفاتك الله تلمامي سبحانه وتعالى دتك هدي حال داسميان خيرك اي وناقا اي كدغالان دينت الله اي راعان وحي نقنايا كو ورالاء مع ذلك مسلم كمسلم ككل وان وصن ظني إيا ملح أقاذ خيرك إيا وناقل أوكل دغالو مروى البؤو لكم وإنو سلامة إسلامك كسلامة وإنو دها السلام عليكم ورحمة الله ولا لو أفكيك أيا سلام إيا نبت قليكا قتمت إندهيك ساسوكل قعنهيك اللقهيك قلبكيك أوطن وحاكا قتمت أوكا قصو بحذي السلام إيا بدبادو إيا نبت قليو إنو قفك صداده مدلبات وإنو صوبوغض مر الله لمرك أوبكض أيو يرنبيك صلوات الله وسلامه عليه رسولك ويري اوكل حبي او دنت وا انو سغوتيا ولالتني مد قيمها اي ليدهي فيري حتى حاله دغيريده يا marked dimashadu ay timid ayaysan ghafil kala noqonin wa walaala dab ah oo mahabba iyo kalsooni ay ka dhaxeyso ala diintiisay ku walaaloobeen illa qabriga oo ka galo ayu sagootina wa si raaca wa inad sagootisan oo aad tashyiicisan ayu yiri nabiga janaasadiisa oo mar alla la marka oo dhintana wa inad sugootida od raacda mu'miniinta qabr unka ayaa kala geeya maahane meel kale ay ku kala baxaan ma jiro waa sagooti markuu ka qoostay ee qabriga ciidda lagu shubay ayuu ka soo noqday waliba taasoo kaliyeed kuma dhaafina duco ayuu raacsiina mar walba ayuu u duceynaa ee fiiri walladiina jaa'uu min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladiina sabaquuna bil iiman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladiina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim
حتى مركي قبريالك قالين او اي دنتين مؤمنين تعجائبت اي ليهين اي دينت سيدة اي اسلوبت اي اخلاق ذا وناكسان ابرتي انشح في عن اي ابرتي وحاك فهم نيساء اي وعيد لغو قري او قبري لقليي اي سغافل كنقن او مرو البحضان وحي قرات كوذ اي عقل قوذ اوسيي انيه المامن اي حدنا اجو ادعيا والذين جاءوا من بعدهم dad kifi fiicna ee wan wanaagsana ee dhintay qabuurta galay markay tageen ka gada waxa yimid kuwa kale walladheena jaa'u min ba'dihim maxay dhahayn yaquluna rabbana ighfir lana ilaaha yaw noodan bidaas anaga iyo wali ikhwaanina alladheena sabaquna bil iiman walaalahayn iimaanka nooga hormaray ma aha walaala ay naas isla nuugeen ma aha walaale calool iskala soo baxay laakiin walaalaha xagga diinkay ula jeedaan walaalka naas kala nuuga ee caloosha la galay haddii diin alla la waafaqo oo khayrka iyo wanaaga ay ku heshiiyeen oo ilaahay diintiisa iskula socdaan way ka sii qiimo badan tahay laakiin walaaltinimadan la tilmaamayo ee ay leeyihiin waxaa u dambi dhaaftaa ilaahayow walaalahayn alladiina sabaquuna bil iimaan oo iimaanka nooga hormaray oo diinta horay u raacay oo khayrka markaa fuliyey xataa qabriga ayagoo ku jiray u ducaynaya qalbigeennana ilaahayow qilli iyo xaqdi iyo xumaan ha u yeelin xaqdi iyo xaasidnimo ilaah هو قلبينا هو جلين ظن يا ملح الله ظن يا إله قلبينا هو جلين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سدا سيدها ينضد كمؤمنين تاء ساسال ويقانا قبور تمركي الصعدان أي سيل سوتيين مر الله لما مركي أي جردين أي اسبتال كأي جريها كصوب بغذين مركي كهري ماذين أي سلامين انت صوتا ولا التني مضى أي خير كأي وناجال لجهلا مركي وانا xaala daad ugu dadaalna wardiinteena waa diin wax loo dhiga aan jirin waayadoo kale aan adduunka lagu arkin sida ay u qiimo iyo wanaag badan tahay waxaa la ii soo bixiyey inaan taam yeelo oon dhammaystiro makaarinta akhlaaqda ayuu yidhi ayaa la dhahay nebiga ow kamaa qaal xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan in nebigeenna loo soo diray inuu kaamil yeelo ee uu dhammaystiro makaarinta iyo akhlaaqyaalka kuwa markaa ugu fiicfiican diintu waxay la mid tahay iyo islaamnimadan sida masalka laga bixiyey guri la dhisay oo la qurxiyey oo la qiimeeyey oo la rinjiyeeyey albaabaha iyo dariishadaha kulli loo sameeyey laakiin waxaa laga tegay hal meel oo maalmuc bulukeeti la saaro oo kale ah intaas ayaa markaa la dhaafoon la wanaajinin dadku waxay guda galeen inay daawadaan inay daawasho ugu yimaadaan guriga ay fiiriyaan maca daalika aad iyo aad ayay ula dhaceen mid kasta oo yimaadaa wuxuu dhahaa gurigan qiimo iyo wanaag badana hadduusan labinada iyo booska bulukeetiga ahaa lahayn intaa haddii lagu dari lahaa gurigu taam ayuu ahaan lahaa waa diinta islaamka ama dabeecmtaqaana diinta nebiga waxyaabaha loogu talagalay in meeshaa lagu dhammaystiro quruxdeeda ayaa taam noqonaysa war diinta qiimaha iyo wanaageeda fiiri rasuulku wuxuu yidhi iyaakum waaljuluusa cala aturuqaati war waxaan idinkala digayaa idinka iyo jidadka oo la fadhiisto war jidadka oo la fadhiista anshax iyo asluub wanaagsan ma ahan ayuu yidhi nebiga war waddada aad fadhiisataan dhaafa waxaan idinkala digayaa idinka iyo fadhiga duruqooyinka la fadhiisto saxaabadu waxay dhaheen maa lanaa buddu min majaalisina rasuulkii allow annagu kama maaranno inaan fadhiisano rasuulkii ilaahayo waa la budda oo wax aan laga maarmi karin waayo nataxadatu fiiha waan ku dhex sheekaysanaa weligeen waxaan rabnaa inaan iskaga dhex sheekaysano rasuulkii ilaahayow kama maarmi karnin adiguna waxaad leedahay jidadka ha fadhiisanina rasuulku wuxuu yidhi fa amaa idaa abaytum haddaad iga diideen facdud dariiqa xaqa jidka xaqiisa siiya ayuu yidhi nebiga salawaatullaahi wasalaamuhun calay war haddaad iga diideen jidka inaad ka gacdaan ood masaajidada fadhiisataan ama guryihiina aad fadhiisataan ama goobaha muxaadarooyinka aad tagtaan xaaladaha noocaasa haddaad iga diideen oo aan idin dhahay iska dhaafa jidadka la fadhiisanaayo oo aad dan ii sheegateen oo aad dhahdeen rasuulkii allow kama maaranno waa ku sheekaysanaa meeshaas ayaan joognaa haddii xaaladiinu sidaa tahay oo aad diideen waayahee iska fadhiista laakiin siiya jidka xaqiisa qaaluu wamaa xaquhu xaqiisu muxuu yahay ayay dhaheen saxaabada rasuulkii ilaahayo waddada xaqiisu maxay tahay war fiiriya xaqa jidka uu leeyahay war qofkii siin kara xaqa jidka uu leeyahow fadhiiso kaan awoodi karin oon siin karinow ka istaag oo gurigaaga gal amase meel kale oo dadban aad jidka ma fadhiisan karo ilaa qof xaqiisa siinaaya maahane war xaqiisa maanta waxaan ka dhignay gabdhaha soo mara oo la tuuriyeeyo oo la caayo waxaan ka dhignay dadka oo la aflagaadeeyo waxaan ka dhignay qashinka iyo biyaha oo lagu daadiyo rasuulka fiiriya markii la yidhi wamaa
حقه قال غض البصر وأرق أول الله أي يري صلوات الله وسلامه عليه إناد إن ده الله طان إناد الميثيرين وحيابها ماشى صومرايا دمرك ماشى صومرايا إناد دين إيا وكف الأذى لبك أو أكبافتان أنا أكجو جساك ورد السلام سلامت أو أدرد ساك أو قفكي إذن سلام السلامت كقابا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناك أو أددك أمرتان منكرك أو أكريبتان واجدك حق أوليه ولا ليال أن اسوي ديني مصين جدك حقيس جواب توامي ورقف والبا أو حقاك صبحكر والو أقوليه قفك أن سينكر جدك حق أوليه نلوم أقول إنو فقستو مدكوبة وإن بها أولا لابو محان إن طلابنا مانتا حمانتا أيان أذيك سنة دمركي أيان لغضا وضا وحوالبو ربي حاران تنمي أيان لو استعمالا إن به مانتا مدلبا وادبك أول علي أيو يري نبيغ محا دبل علي مانتا دبك أيان كسميني قاطع طريق أيان لنغضو دبك جدقوية أيي سميين دبات فربضا أيي دبكو استعمالين قبله أيان جدك كمري كرين وحواناكسن أيان جدك لغو سمين كرين وكفو الأداء دبك أول علي أيو يري نبيغ ند سدحاد وسلامت أول ربي ورقفكي السلام عليكم كير هذا أد سلامتك قاضو إن سلامتك ردسو إن سلامتك قدونتو حال رهجتك حقي سيك مكتها يو يقانا أيا طالمانتا مر الله لمركنا لسو أكمر أنا غوفدنا من ماشا صومر السلام عليكم أو نجر هذا أنا غا اسفير في رنين مكو يقانا مي أذيغانا مي نجد درب سلامك حال دنو عاسي طالة ورد السلامي سلامت أو لقاطو أيو يري نبيغ أمل رديو معروفك أو ليس أمر معروف اسم أمرنا مانتا منكر كان اسم أمرنا جدك مركان فدين حمانتا اسم أمرنا الله أقول ربي أبتي سنة خير يا وناك ألوغ جارين قفكي هذا إنو قفك لظني أقاض ظنك أو أقاضي ظني وناك سنها أهاض حالة دنو عاس أيا في عمان يا وناك بضن ظنك كالإلهي أبتي سخير يا وناك ألوغ جارا يا مجرو والله هدان ظني في عم إسكو قاضن متكان هدو هدلو ككلمة ظني في عم أو أقاض ولكن وحا أول مجيد إيس في عم أيو أول جيدي حدي لبه وإلا ليبانا حبل كيوتو سنة مانتا لإسكو قلو ina dad ayaadan xaq u sheegi karin umad ayaadan u nasiixin karin dad ayaadan diinta alla gaarsiin karin hadda qaalallahu dhahda wax kale laga sheega hadda rasuulka alla yiri aad ku darta lagu cayna iska daa dadka waxyaabahooda iyo shakhsiyadooda haddaad wax ka sheegto ama aad rabto inaad markaa wax ka tusaalayso qaalallahu ayaa lagu fakan la'yahay rasuulka saayiri ayaa lagu badbaadi la'yahay oo malaxun la isku qaada war walaalaya malahayaan la xumaynin dadkan ha iswanaajiyaano khayrka iyo wanaagana aan isku malayn waa waxaan adduun iyo khayr iyo aakhirada khayr iyo wanaag aan ku gaarayno waxaa ka mid ah aadaabaha wan wanaagsan ee diintu ay noo jeexday oona loogu talagalay inaan ku dhaqanno guryaha inaan isku ixtiraamno war dad fara badan ayaa jira oo aad iyo aad u xadgudba maanta war dumarku waa fidna aad iyo aad u adag tii la qaba iyo taan la qabin labadaba intaa darteed ayuu ilaah yiri waqarna fii buyuutikunna war guryihiina ku nagaada oo bannaanka usoo tabarujinna ha usoo bannaan bixina sida ay jaahiliga u tabarujaan ama ay usoo bannaan baxaan oo kale war dumarka qabta oo wanaaga iyo diinta tusaaleeya war cafiifnimada iyo wanaaga ha kusoo noqdaane xijaabka iyo jilbaabka u geliya war xishoodka iyo wanaaga amra war fiiriya diinta heer waxay gaartay ilaah marka uu ka hadlaayay uu yiri waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haddaad su'aalanaysaan dumarka haddaad mataac iyo waxyaabo kale weydiisanaysaan waa mataac fiiri xumaan ulama socdo inuu dhibaato gaarsiiyo ma rabo inuu reerkeeda ka dumiyaa ma rabo waxa uu weydiisanayaa waa فاسألوهن من وراء حجاب حجاب كقداشي سكسو آشا أيو يرئ الله سبحانه وتعالى دمركي نبغي قيمها إيا وناق بضما أيا سيدا اللي يرئ وارك ورمك وكال إيكا صوحري إي ما أنت جوغ أيضو فتنتو بضطي أيضو نباطو أي بضطي أيضو مشاكل كإيا حمانتو أي آد إيا آد أزيادي واردمرك ما أنتو إلهي إنك عقصبا خيرك إيا وناقنا آد إيا آد أقود ذالة رسولك صلوات الله وسلامه عليه عقبة بن عامر وحقوك وريي إنو رسولك يري إياكم
والدخول على النساء وحن إذن كلا ديجيا إذن كأي دمرك أولو قلا وقال قلك دمرك إذن كلا ديجيا أيو يري رسولك رجل أيا يري أو أنصار تتمير أفر أي تلحمو دماشيك كور رسولك إلهي ماكت من كيدا ويك لأب شيء كورا أيو يري من كاسو آشو ويدي نبيك أفر أي تلحمو رسولك وحو يري الحمو الموت وميت أيو يري نبيك وحو ولجيدا في طلطة يشدد أغدرا وأساق في طلطة أغوية ماشي timada asaga ah iska da midka kharijka ah ee banaanke asaga ugu daran ayuu yiri nabiga waa inuu san u gelin walaalkiis naagta oo qabo waa wax aan la ogoleyn inay kaligood galiga guriga ku jirto oo marka uu galay ayaa la diiday fiiri iyyakum wadkhul ala nisaa'i u gelitaanka dumarka idin kala digaya ayuu yiri salaatullaahi wa salaamuhu alay war dumarku waa fitne ha u gelina war dumarku waa dhibaato iska ilaaliya war dumarku aad iyo aad ayay u adag yihiin رسولك وحوير وحان ليا بانهي سيدا ايو عقل قاديهين حدنا اي اسران كران قفك حازم كا اما رجل كاللغوط الماما انو يهي مدك او عقلقا ايا مدك الصاحب كا ولب حازم كا قوان كا رجل سيدا اي او قيام كران ايا ليا بانهي ايو دهي صلوات الله وسلامه علي سيدا درتك اياكم ثم اياكم وار اسكا ارالي او اسكا ارالي مركي رسولك او دهي دو مركي قلقل كودا دافا وحاير نن انصار تكامير رسول ولكي الله دمهاشيغا كوارن أساقا ما أغيلي كرا رسولك وحو يري ما ميت أساقا ميت أيا كرون إسكو هليت أيا لغا يارا إني إباتكو تمادو حدا بويلش مسلمين تأهو دمكا آب قبطا وإن الدين تكو تعليم نسان ولالكا هدي او يمادا قريغا كنديد أي جوك تممنو أيي كتهي إنو مركا أغالو ما انت حالة دنو عاس من نقانو ما انت حالة دنو عاسي مجرتو ولالكي محاد أغفر ويسي الباكا وصورة قل إنو قبدكو دراقو أما أو كفرو war xaaladu sida ma aha iska ilaaliya war diinta ilaahay khayr iyo izzi ayay tilmaanta nin iyo naag ma khal weeyaan illa shaytaan ayaa saddex ku noqda ayuu yiri salaatullaahi wa salaamuhu alay ma'a dhalika rasuulku xadiis kale ayuu ku yiri laa yakhluwanna ahadukum bi imra'a ahadkiin yusan imra'a iyo naag la qali noqonin illa ma'a dhi mahramin inuu mid mahram ah micigeeda yahay maahane walaalkeed inuu la joogo inay dad fara badan meesha joogaan iyo arimooyinka inay jiraan maahane yeesan si kala dhicin ayuu yiri salaatullaahi wa salaamuhu alay war aadaabta islaamiga waa aadaab qiimo badan waa aadaab sharaf iyo cizi leh waxay celisaa ama ay soo celisaa karaamada bani aadamka waxa ay dib u soo nooleysaa karaamada ay dumarku leeyihiin wax kale loogu ma talagalay waa xayawaan loogu talagalay inay ragu ku tamatucaan oo ay ku raaxaystaan reer galbeedka ayaa sidaa yiri gabdhihii maanta waxay u maleeyaan sharaftu inay bari iyo galbeedka helayaan inay wadamada gaalada ka helayaan waxay leeyihiin urur ayaa soo baxo u doodaya xuquuqda gabdhaha war xuquuq gabdha wax u dooda oon alla ahayn ma jiro subxaana wa tacaala war dumaro say xaaladiinu tahay ma ogidin miya idinkoo nool in laydin doogi jiray ma ogidin miya in laydin dhexli jiray sida xoolaha loo dhaxlo oo kale ma ogidin miya dhibaato fara badan in laydin ku samayn jiray maca daalika diinta islaamka sharaftii iyo qiimihii dumarka ay lahaayeen ayay gadaal u soo celisay waxay ku abaalgudeen ay shukrigii alla ka dhigeen inay dhahaan dumarka masaalixdooda ilaahay ma yaqaane reer bari iyo reer galbeed ayaa yaqaana wadamada yurubka ayaa taqaana xaalada noocaas ah ayay ka dhigeen abaalkii allah subxaana wa tacaala meeshii cizadoodii loo soo celiyey karaamadoodii loo soo celiyey maanta dib u dhac ayaana la ku sameeyey dhaheen xaqeenaa la duufay war xaqiina ma aha inaad kursi fadhiisataan ma aha inaad asmad madax noqotaan ma aha ururada habeenkii inaad hogaamisaan balse waa inaad diinta alla barataan guryihiina aad ku sugnaataan khayrka iyo wanaagga aad ku dadaashaan ragga idinqaba aad ixtiraamtaan oo aad u adeegtaan oo wixii rabbi idinka amray aad ula samaysaan war xaaladda noocaasa waa qiimaha aad leedihiin war sharafta aad leedihiin ayaa saas ah sharaftii maanta waxay u arkeen baris iyo london inay ka tuntaan waxay u maleeyaan ilbaxnimada ay leeyihiin waa nala ka duugay inay dayaaradaha raacaan ayagoo surwaalo wata ayagoo timaha u jara yihiin ay hoteelada ceer galbeedka jiiftaan khamrada iyo waxyaabaha kale ay ku cabaan taasay u arkeen ilbaxnimada ay ayagu sheeganayaan war ilbaxnimadiinu waa xijaabka war reer magaalnimada iyo qiimaha aad leedihiin waa jalaabiibta waa guryaha aad ku sugnaataan war cafiifnimo waaye war waa ku dhowrsanaanaysiin qiimo iyo wanaagna waa ku gaaraysiin haddaba naagaha la qabow idinkuna aad iyo aad rabbigiina uga cabsada diinta
إلهي راعهنا كحد قدنا وحيابها رب إذين ديني سبحانه وتعالى دمرك لقرسنا لقرسن كرين إن بضن أيو إله تري حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلا آيادو أي كدماتو مركي آيادا دماتي أيو إلهي والمحصنات من النساء ناغها لقبنا محصنات أيال لغم غعارا ناغها محصنات كأه أي دورسن محي كدورسنا دين قور أي كدورسنا دين فيري دمرك وحيكو ونكسنان كرق وإني قور كجران هارك صومالي دو قارت أي رهدان أي قارين أيغو تلماما يحالة دمرك أي كسلغيهين وإني قعر كجرتا أما وإني قد كجرتا مع ذلك قبض وحيطها قبر دورسن أو إيما إيا وناقله دوت على دوت مركا لغا هلو وحاكمير مركا أي زوجتها اللقبو مركا أو نمهر سبا محصنات أيوكو مغا عابي إله إفير والمحصنات من النساء ماغها لقبا ليبينك حاران تنميي والرقو دذال أو إلهي نكا عبصبا ماغها لقبو أي لغا مقن يهي قاسة آد إي آد هالو احترامو رسولكو حوير إياكم والدخول وحان إبينك لديقيا إبينك إي أغلقل كبضا أو آد أغلقليسا ماغها مقيباتك أه إي لغا مقن يهي وردو ما ترقودو مقن يهي أغلقل كوضا بضا جيجيا إلا إنا تسبح إي أفر يشنتهين ماهاني واحدي دنكينتو واحدي أي صورة قل نقط إلا ساعدو إلا حلو ترو إلا سمتقانا لغا أنقبتو كليا أتدن إذن كوكو حا أحتر أيو يري سبا أي دينت إي وناغ إي خيركو أي قبتا لكن آد إي آد أي فول حما أتهي ناغهي لقبي مانتا أو دم آيا نمان كالي آد إي آد أي فول حما أتهي ناغهي لقبي أو لفتنين آيو أو رغا كوبل تميد أي فتنين آيان حالة دنو عاس ووحان لو باهنين وردتك إيمان كالهو حالة دنو عاس إسك إلالي رسولك وحو كوري من كلي رهد بريدة حرمة النساء المجاهدين لمنك مجاهدين تأه إردقالك آذي حرمة أي دمركوذ كليهين على القاعدين كوهري اي مجال ذا جوغا واسكمت وارق والبا او بحا ماجوها اي كتغان حرمة اي دك جوغا كليهين واك حرمة امهاتهين حرمة اي هو يويكوذ كليهين اي لمتهاي ايو يري صلوات الله وسلامه علي هو يدا اوكال او احترام هو يدا اوكال او ناجي هو يدا اوكال اوكال او قدر واي حرمة دك بحاي اي دك فدي حرمة اي دمر كوذ كليهين واك حرمة امهاتهين هو يويكوذ حرمة اي كليهين اوكال رسولك انت وحو رأسي ما من رجل من مجر او دك قائدين تأه اي مغالا كو حري كمد اه او يخلف رجلا من المجاهدين في اهله او حري من مجاهدين تكمد اه اهل كيس او جوغ مع ذلك اساقنا او قبال مري او فيخونه فيهم انت كقبال قياني اما سيرو انتو بين او شاقي وحيابك لا استعمالك ناكتي كفرتي اما سي وحيابك لا او حمانك سميي الا وقف له يوم القيامة مال انت اخر والسو استاجنا أيو يري نبيك صلى الله عليه وسلم منك وحقياني أيا لسوجو جنيا فيأخذ من حسناته حسناتك سأيا لوغا قاضا يا ما شاء إن ألالا إن تأوضون منك ناكتلغ قياني حتى يرضى إلا أوكرال النقض حوغا ألوغا سو قاضا مرال النقطة لليه ما يحضور هو ألوغا سو قاضا ساسا لولجيذا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته حسناتك سألغ قاضا ما شاء إن تأوضون حتى يرضى بريد وحوير ثم التفت إلينا رسول الله انت كقضى رسولك ألا نسوفيري فقال ما ظنكم محاد مليني سين أيوير مضحبوك تقدونا ننكا وحيلا متاين ذهب لو دادي أوكال أولي ورالو انتكو أنفعي سكقاض وحموك تقاقف كنوعا سواميا ولبوا مال انت قيام ومال انت حسناتك ذهبك ايه دولاراك او كقيمة بذن يهي مال انت هل حسنات ايه لغو حساب تما مال انت هل رفك عضوط ايه لغو حساب تما مال انهبل انت ان مقايا دفدي مال انهبل انت ان قيلاي لبرك عضوط هدين دك الله خير ايه وناقي ايه اهالهي ومال لبهاي مع ذلك حسناتك مال انت اد ايه اد ايو دتك عريري ايهي اله وحوت المامي دتك ظالمين تأهدين تألديذي حق الرائي واي او دينتا كسعون واي هدي لسي ارنغا مجيد او ذهب عذابك استغفر الله هايين ميل ما تغن لهين او بنجيغ ادونك مديستين ميل ما هو كيستغير لكن وحي استغفر الله هايين عذابك ميشا لغانا اقبال الله لغانا اقبال ايو حتى هدي دي الهيد ايو يري الى سبحانه وتعالى هدب ويلش مسلمين تا اي خيرك اي وناغ جعلو اسك الالي قبها لقبو من ايا رسولك ايمت صلوات الله وسلامه علي وحو يري يا رسول الله المدن
ذنب أعظم عند الله ذنب ألا أتي صلاك قال كيئو رسولك إلهي ذنب ألا أتي صلاك سمايا كيئو رسولك إلهي رسولك وحوي صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل لله نداء إلى إلهي أياش وحسق الفعة أذيقو أكنوك قلقي سبحانه وتعالى على شهو يكوك قلقي وحاق باهنيت أوهو ينف أهكوك سيي أحد ناشكوك كالكاليناي أيانجرين الربيع عافماتك أيا وحاق باهنيت أيسن أغير كمسين إلا قادر كماهان ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون إلهي سيدا أيوت المام سبحانه وتعالى إذن إنا قصمي سوح أسق نبعة أما سوح فعي أوكلا أسر على لو أبدو أوكلا وحلو أبدو سبع على وحلو ندر أوكلا وحلو ندر سبع على وحلو قورع أوكلا قف وحلو قورع سبع على الله قيل سبو يا إلهي ولاطنه أوكلا إنا قصمي سأووغو يشي قدلو إي أولي الله إنا هذا وحا صوتنا وحي كمديهين دنبيالك أغواوين إي على لغا قال سبحانه وتعالى محا كحر أيو يرننكي رسولك وحو يرن إنا أنو قادشو أذيقو نعايا إنو كل قوتو أما محاسينا محاسيا أبو كعب صنايا إنا أنو قادشو أيو يرن صلوات الله وسلامه عليه نقص دحات محاوايا أيو يرننكي رسولك وحو يرن إنا كذنيسة تجاب كاغ حالي لذيسة ناكتا درس كاغ نتيسة إنا كذنيسة أيو يرن صلوات الله وسلامه عليه أيدو الزينب قمان تيد أي ممنوع تهي أيا حدنا حبيب بنانك أي تهي إي حدي درس أي تهي كالدبات بذيهين ما أنت آت إي آت أيا اللوغة فائد يستعظم كرقود مقن يهي ورسفي عن إسغ إرالي أو احترام ورهد وناكس القلاة الله ورمر الله على مركات إسو إمان إسان خلوها سمينينا ورمر والبمرك آت وحسو شيقي إسان دين الله إسو إمارة دو مركة احترام إيا وناك أي إليهين مع ذلك وإن آت إي آت ليسغ إرالي والله ظلمي يا مانتا لرسي بوا الله الظلمية ناكتا او ننكيذر بالقبين او سمعهين اما فقير او يهو وحبا ان مركاهي سن او مركا الظلمية او لطلمامو داهب ايه دولارات ايه وحياركا للطسو في اي اغفق نوضا منشا اي اغسو بحضو مع ذلك اي ديبادة اتماضو حالة دانو عاسا وامت مدك لمقناشها ننك او مقنيهي اباطة فربضا اياك اتماضا مع ذلك قبوي اذن كن ايه ايه او نفسناذ دينك الهي احترام او قدري او قيمية والرقو اذن كن إلهي نكعب صدا والحرمة إيا وناق أيدو مركاليهين آدي آد أقيمايا والرق بحايا أو إنبضا مقنانا يو إذن كنا إلهي نكعب صدا أو قبضا حسو أغاد أو أصو نقض سدق دق أهنا أغو إمارة إلين وحالك يابا ناكتا مر الله لمرك لسو قرسدي تضبض مركو كبحي أيو كبافو باريس أما لندن أي إنجريس كآغي مع ذلك إلا أفر يتمصر إي كبضا أيو مقنيهي ورحالة دنو عسوى شي حرام ووحان لأغولين وردين إلى هيس الإبارك ملها حالدا ور إله ماشا جوجا مل والبجوجا ور إله ماشا ضنتوك وأرزقا ور ضمرك لا يلا بيعن ور ضمرك هلا قديك كون ونكسن مع ذلك وإن مر والبرج ماشي يكون ليه بدلا لقنا لا يكون لا ضع رسولك وحبا سفرك واقيب أما قد أعذابك متع حكير مرك أو سفر آبها أسود دق دق أهل كيس أهل كيس بقسها أي ماذا أيوي صلوات الله وسلامه عليه ورسفي عن أقصر نختمة ور qofka hadii dantiisa iyo haajadiisa uu dhameysto degdeg ha ugu laabtay ehelkiisa gacan u diraa biil ayuu ku leeyahay maanta maalin walba lacagteeday qaadata war guriga ay degan tahay uma baahna naagta war guriga hooyadeed iyo aabaheed iyo ehelka ay deganaayeen arab ay ka xirata iyo dhar ay qaadata kama weyn raashin ay ka antay mid ka afsiinaysa mid ka fiican ay ka heli jirtay war sariirta aad u dhigtay mid ka fiican ay ku siixan jirtay ee ujeedada iyo waxa meesha keenay waad la socota waana taqaaniin ragow rabbigeena ka cabsada oo diinta إلهي قاطع سيد قيبك أويهي نراع رسولك صلى الله عليه وسلم حالة دنو عاس آدي آد أيو رق أغلاحد لي إني مر والبدومرك وناجيان وإني مر والبك إلاليات مقناشها بضم وإني مر والبدين تقل احترامان أي قصة عدان وقتي عمر بن خطاب وحو أها مدوريق أوغا راذية حالة دا سيد أي تهي ضدك أيو أكور قلي جري ولد هبينك أيو وريق جري هبيت هبين ذاك من أسقو وريقا أيو مقلي إسلام شعريسا أما قري ترينيسا هيس قرح أيان إيسو دعن إينا صوبحن والله مخافر الله ديسا أهان لهيك يا والحياء مني حشوة الحقيقة أهذا لحرك هذا السرير جوانبه سنبقى إن عيالك يذا وحدك بقاجي أيان كين لها
ciidada noocaas ayay markaa tirinaysay, laakiin maxaafada iyo cabsida alle subxaana wa tacaala iyo ikraam karaameyn aan karaameynayo ninkeyga ayaa xaaladaa iga reebaysa. Waa xaalad cajiib badan, waa heerka ugu dambeeya ayay taagan tahay. Ilaa gabadhiisa xabsa uu u wacay cumar ibni khitaab, macnaha xayow gabadhiisa xabsa uu u wacay cumar ee uu yidhi, gabadhaydiyaay meeqa ayay raggu kaman dumarku ay ka maarmi karaan ama ay ka maqnaan karaan raggooda amase ay dul qaadan karaan, ilaa ay tiri waxoogaa markii ay xishootay ilaa 4 bilood iyo waxyaaba intaasoo kale. Markaa u dhow cumar ibni khitaab waxa uu sameeyey raggii duulaanka ku jiray ee jihaadka difaacaya ee diinta alle difaacayay oo kelimada laa ilaaha ila allah difaacayay oo u dhimanaa in laga soo bixiyo furinta, oo markaa 4 bilood ka gadaalba ciidan cusub iyo askar cusub uu u diro. Maca daalika waa dadkii diinta difaacayay, waa dadkii kelimada tawxiidka u dhimanaayay, waa dadkii khayrka iyo wanaagga ku socday. Meelahaasaa lagu tuntaa oo khamri iyo khanziir lagu cadaa, waxaa lagu jiraa kaniisadaha, dumarkiyaa la dayacay oo laga tegay, intaasoo sanaa laga maqanyay, warragow ilaahiina ka cabsada, arrinta noocaasna joojiya, war gabdhaha la qabooy. Dadka idin imaanaya iyo dadka idin soo gelaaya aad iyo aad isaga fiiriya, war rabbigiina ka cabsadoo iimaan kaalmaysta, war qalbigiina markasta iimaanka iyo wanaagga ha ku dheeraado, mar walba iimaanka iyo wanaagga meel dheer ha ku gaaro. Xaaladaasaa khayrka iyo wanaaggaad ku gaaraysa, salaada badiya, war qaybta iyo wanaagga badiya, jalaabiibta iyo xijaabka labista, war hadalkiina ha jajabinina, waxyaaba kaftan iyo hadaaba imaala yacni ha la imaanina, waragga ajaanibta ha dhexgelinina, gacanta ha ku salaaminina, ha la haasaawino, wax kale ha la samaynina. Maanta ninkii waa maqan yahay, 4 nin ayay dhex fadhisaa, waa laga yaabaa inay la qayshay, la cashaysay, la quraacatay, la sigaar cabto. Xaaladaha noocaasaa maanta aa maraynaa, maxaa ilaahay noogu gargaari la'yahay aa leenahay? War xaggee gargaarka ilaah ka imaana subxaana wa tacaala? Ummad saas u bilowday oo intii diintii ilaah saa ugu tumatay oo sunadii nebiga ixtiraami weysay oo khayrkii wanaagga ku soco weysay say wanaag iyo sharaf u gaarayaan, intaasoo dhan waxaa ka daran ragga ayaga nimanka maqan, naagahooda u dhaxa ee u gala, dhibaatada iyo xumaatadana ku sameeya amase gaarsiiyada heer ay fureen iyo waxyaabo kale isugu gaaraan. Xaaladda noocaas ahow ragga waa inay aad iyo aad isaga ilaaliyaan. Naagtu hadday adkaysan weyso ay iskeed ayda ninka u nacdo waa mawduuc gooni ah. Maca daalika mar walba waa in aad iyo aad laysku qadariyaa oo laysku qiimeeyaa, oo mar walba dadka mu'miniinta ay noqdaan dad ul iyo diirkeeda ah, dad hal jisad oo kale markaa ah, dad hal saf ku jira oo kale inay noqdaan, waa wax ilaahayna amray subxaana wa tacaala. War dumarka xaaladoodu waa sidaa, naagaha la qabo qiimo iyo wanaag ayay duseelan ku mudan yihiin, muxsanaad ayuu ilaah ku magacaabay subxaana wa tacaala. Waa dad toorsan oo ilaalsan, war xarigoodaan xarig la korsaari karin, war wax ay ku jiraan ayaan wax kale lagu samayn karin, war ragga ay qabaan ayaan fidna iyo dhibaato laga gaarsiin karin, war waxyaabaha ay ku jiraan ayaa mar walba la rabaa hadday dhib yimaadaan in la wanaajiyo, in la islaaxiyo, in khayr lagu dhiso. Maanta sidii wax loo dumin lahaa, aqalo loo dumin lahaa, naagaha looga fidnayn lahaa, aabeen loo sheegaa, aa qarash lagu bixinaa, oo siyaasad kasta loo samaynaa. Diinta islaamku waxay ogoleed 2 qofood oo dagaalamay haddii la heshiisiinayo been ayaa laydiin baneeyey, ku been sheega, ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhun calay. Nin iyo naagtiisa haddii shiqaaq iyo khilaaf dhex yimaado oo ay dhaqmi waayaan oo xaaladdu meel khatar ay gaarto, guriga in ninka uu been ku samayn karo, naagtu ay ninkeeda been ku islaaxin karto, rasuulku baneeyey salawaatullaahi wasalaamuhun calay. Sidaa darteed fiiriya ka warama, sidee aqala loo wanaajiyaa, sidee niman iyo naag ay u dhaqmi karaan, waayo waxa been loo sheegaayo maanta waxa khuraafaad iyo been iyo xumaan loo sheegaayo. Waa sidee xumaata loo sameeyaa, aqal taagan oo dhisan sidee loo dumiyaa, dad fiican oo dhaqma see colaad iyo dhibaato looga dhex abuuraa? Xaaladda ayay taagan tahay shabaabka maanta joogow, ilaahiina ka cabsada, war shabaab dhaba oo diinta ala raaca noqda, war dad khayrka iyo wanaagga ku dadaalaa noqda. Aad iyo aad ayay u kala dembi badan yihiin, naagtu hadday tahay mid la qaro iyo haddaysan ahayn mid la qabin, labada xaalad xumaayaha markaa lagu kala sameeyo. War dumarka la qabo aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo, war dumarka la qabo aad iyo aad ha loogaga fogaado, khaasatan marka ay nimankoodu maqan yihiin. Mar allaalle marka nimankooda maqnaashahooda uu sii daahana, aad iyo aad ha loo sii wanaajiyo, ha lase noqdo dad diinta ilaahay ilaaliya oo khayrkaa iyo waxa uu rabbina tilmaamay sheega. Waxyaabaha dhibaatada kelifa maxaa ka mid ah? Waxyaabaha
dhibaatada keena waxaa kamid ah dumarka ha ugu sii badnaadaan ayaga ayaa waxay halkudhig ama saldhigba u yihiin dhibaatada noocaas inay markaa timaado midda koowaad ayagoon jilbaadnin oo xijaabnin ayay suuqa u soo baxaan bannaanka ayay soo maraan war dumarku aad iyo aad ayay fidne u yihiin hadday jilbaad iyo xijaab wataan aad iyo aad ayay u qadarin iyo mudnaan leeyihiin ilaah wuxuu tilmaamay nebigiisana amray dumarka uu qabo walaalaha gabdhaha asaga uu dhalay iyo kuwa iimaanka leh intaasoo dhanba inay khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan rabbigood ay ka cabsadaan oy diinta raacaan waa wuxuu ilaahay amray yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna ma nebiga qiimaha lahow waxaad ku dhahdaa naagaha aad qabto naagaha aad qabto iyo kuwa mataqaanaa aad dhashay iyo kuwa iimaanka lehba gurkiina waxaad ku raaricisaan jilbaabka arrintaas ayaa ugu dhow in laydinku aqoonsado dhalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn oo arrintaa ayaa ugu dhow ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala in laydinku aqoonsado oo markaa aan laydin dhibin marka inaan dhib la gaarsiin xaaladaa ayaa kalifaysa laakiin naagta hadday bannaanka usoo baxdo ayadoon jilbaab iyo xijaab wadanin waxay noqonaysaa in wax kasta iyo dhibaato walba carab iyo bannaankaay usoo baxaan oo ay usoo bandhigsanaadaan xaalada noocaas waa waxaan la ogolayn marka xaaladaa waxay kaliftay ama sabab ay ka dhigtay dhibaato kasta inay ka timid bannaankaay usoo baxeen ayagoo markaa xijaabka iyo jilbaabka aan wadanin midda labaad ayagoon usluub iyo xishood aan lahayn inay bannaanka usoo baxeen xaaladaa waxay kalifaysaa in dhibaato badan ay timaado wiilasha binaanka jooga ama bannaanka jooga iyo dhallinyarada meeshaa jooga haddii ay noqoto midaan xishood lahayn sariig lahayn waxay doontay isaga hadasho intay bannaanka sii socoto in hadalladu meeshu ay yimaadaan rasuulku wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhun calay ibni aadamka dhammaantiis iyo jawaarixdiisa wuxuu sameeyaa zino zinada noocaasa waa mid laamaxaala oo shaki la-aan ah indhuhu way zinaystaa zinadooduna waa daymada gacmuhu way zinaystaa zinadoodu waa taabashada lugaha saasoo kale qalbiga waa lamid ayuu yidhi farjiga ayaa u rumeeya ama markaa u beeniya shaqadu waxa ay ka timaadaa indhaha marka hore sidaa darteed ayuu ilaah yidhi waqul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqudna min absaarihinna gabdhaha iimaanka lahow indhihiina laabta oo daboosha warga wiilasha iimaanka lahow idinkuna saasoo kale markaa yeela xaaladda waxay tilmaamaysaa dhibaatada weyn ee indhuhu waxay yihiin sahmi iyo sihaan iyo gamuun gamuunada ibliiska uu tuuro ka mid ah maca daalika rabbi xaalad fiican ayuu u sameeyey qofku mar allaala marka uu xumaan arko alla indhaha wuxuu ugu talagalay dabool isla markii lagu dabooli karo nin ayaa rasuulka u yimid uy rasuulkii allow daymo koowaad hadday iga dhacda see yeelaa waa lagaa cafiyaa isrif basaraka ayuu yidhi indhahaada ka leexi mid labaadna ha u celinin midda saddexaad waxay noqotay dumarkii oo bannaanka soo baxay ayagoo catar iyo barfuun leh maca daalika intaasoo raggoodu ay ka maqan yihiin war naag saa samaysay oo nin uu la qabsaday oo xaaladda ay la timid waxa noocaasoo kale inay dhibaato imaanaysa waa la fahmi karaa haddaba waa mamnuuc gabar iimaan leh oo rabbi aaminsan oo reerkeeda dhaqanaysa oo ninkeeda hoos joogtaa inay damac kale markaa u gasho ama damac kale ay ka qaada nin kale ama xiriir kale ay la yeelato xaaladda noocaasi aadaad bay u dhibaato tahay ilaahay mubaayaca ayuu ka qaad yidhi nebiga dumarka waxa uu ku yidhi yaa ayuha annabiyu idaa jaa'aka almu'minaat rasuulka allow gabdha iimaan leh haddii ay kuu yimaadaan yubaayicnaka ayagoo raba inay kula mubaayacoodaan calaa an laa yushrikna billaahi shay-a inaysan rabbigood waxba u shariig yeelaynin walaa yasriqna walaa yasniina aysan xadin aysan zinaysanaynin walaa yaqtulna awlaadahunna aysan ilmahooda dilaynin walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna aysan la imaanaynin been abuurasho labadooda lugood iyo labadooda gacmood inta u dhexaysa dhexdooda ah waxaa loola jeedaa iyadoo nin qabta inay nin kale aado xaaladda noocaas ah haddaysan la imaanaynin intaa wuxuu ugu daray ilaahay walaa yacsiinaka fii macruuf macruufna aysan ku caasinayn intaa hadday la imaanayaan fabaayichhunna wastakfir lahunna allah la mubaayaco rasuulka ilaahayow dembi dhaafna ilaahay u weydii ina allaha ghafuurun raxiim ilaahay waa alla dhaafid badan oo naxariis badane haddaba xaaladda noocaasa dadku waa inay ogaadaan xaqa ay fuliyaan diinta alla ay raacaan gabdhaha laga maqan yahay aad iyo aad ha loo wanaajiyo ayaguna waa inay noqdaan dad diinta ilaahay raaca ragga wax badan maqnaadayna waa inay degdeg ugu soo noqdaan xaasaskooda nimanka dhex jooga naagaha laga maqan yahayna waa inay usluub iyo ixtiraam wanaagsan ku socdaan oo dumarka ay wanaajiyaan qiimaha iyo wanaagana ay u yeelaan taas ayay ku gaarayaan adduun iyo aakhiraba wanaag haddaba xaaladda waxay ka mid tahay waxyaabaha ay lagu badbaado adduun iyo aakhir rasuulku allah lacanada ayuu yidhi naagaha nimanka iska dhigdhiga iyo nimanka naagaha
iska dhiga intaasoo dhanba nacalada eela korkooda ha ahaato dumarkii maanta rag ahaan ayay u socdaan xagga xarakada xagga labiska iyo arrimooyinka lamidka ah raggiina saasay yeeleen silsilada ayaa gobol gashtay qaar afadaafiyaale dahaba u xiran xaar qaara xagga xarakada iyo kulli sameeyey intaana waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhibaatada keena haddaba labada mowduuc ee aan ugu talagalnay in dadku ay iska ilaaliyaan vanniga iyo malaha xun dumarka la qabana inay aada iyo aada u ixtiraamoobaan oo ay islug wanaagsan ku dhaqmaan ragga dhex joogana ay wanaag fiican kula mucaamaloodaan waxay ka mid yihiin waxyaabaha anshaxa iyo asluubta wanaagsan ee diinta islaamkana amartay markaa ah marka dhammaanteen waxaan naloogu talagalay inaan arrintaa fulino ilaahayna waxaan ka baryayna inuu xaqana waafajiyo nagana dhiga dad diinta ilaahay raaca oo ku dhaqma oo ku camal fala dembiyaalkii ay galeenna ilaahay ka cafiyo subxaana wa tacaala ilan bani aadam dhammaantii waa gafayaa inta gaftan waxaa u khayr iyo wanaag badan inta kasoo laabata ee markaa kasoo noqota marka aad iyo aad aan u dadaalna dhammaanteen aana noqona dad diinta ilaahay ku dhaqma si ilaahay agtiisa aan khayr iyo wanaag uga gaarno inta ka horeysana wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.